مرحبا، معكم محمود الحلول، مركز فيزيوان للعلاج الطبيعي. استكمال اللي كنا نحكي في الحلقات عن موضوع آلام أسفل الظهر، راح نحكي اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو التعامل الصحي والسليم مع الأحمال الثقيلة الموجودة في البيت. كيف بإمكاننا إنه نحمل هذا الشيء بدون ما يضرنا وبدون ما يضر العمود الفقري الخاص فينا أو يسبب لنا أي مشاكل تانية؟ وراح نشوف هسه بالفيديو كيف الطريقة الصحيحة لحمل الأشياء الثقيلة وكيف الطريقة الخاطئة. وزي ما شفنا بالفيديو الأول، في الطريقة الخاطئة لحمل الأشياء الثقيلة. طبعا هالإشي بضر العمود الفقري وبيجعل إنه كل الوزن موزع بس على منطقة الظهر. أما في الفيديو الثاني، في الطريقة الصحيحة والسليمة اللي بتخلي الوزن يتوزع على كافة مفاصل الجسم، فبالتالي بيكون حمل ثقيل وبتكون الآثار المترتبة عليه آثار أقل، وهذا الشيء صحي إلنا. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم.